نحن الآن في إحدى المناطق التي استهدفها الطيران الحربي بصواريخ فراغية في مدينة جسرين، مما خلف دمارا كبيرا في أحد الأبنية السكنية، أدى لتدميرها بشكل كامل. في ظل السياسة الشرسة التي يتبعها نظام الأسد على بلدات الغوطة الشرقية لإخضاعها ولاقتحامها والدخول إليها في محاولة بائسة، لكن الثوار الحقيقيون هم يرابطون على الجبهات ويمنعونهم من التسلل، فيقومون بالعكسية وهي القصف على الأحياء السكنية بالطيران الحربي وبالراجمات والهاون. هذا ما يستطيع أن يفعله هذا النظام مقابل الشعب المحاصر داخل الغوطة الشرقية، وكما نسمع القصف العنيف مستمر على بلدات الغوطة الشرقية من جهة المليحة. كان معكم عمار الدوماني، مدينة جسرين، الغوطة الشرقية المحاصرة.